نرحب بحضراتكم مرة تانية، ومازال حديثنا مستمر عن قمة القاهرة للسلام. قمة القاهرة للسلام اللي بتنعقد من أجل فلسطين، واللي بيجتمع فيها قادة وزعماء وممثلين أكثر من 30 دولة النهاردة تحت مظلة مصر بقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. الحقيقة أن تحركات مصر جمانة الواسعة على كل الأصعدة لاحتواء الموقف في غزة بدأت مع اللحظة الأولى لحرب إسرائيل على قطاع غزة. خلونا نتعرف أكثر مع حضراتكم على ما هو المنتظر من قمة القاهرة للسلام مع ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. صباح الخير أستاذ ناجي، منورنا ومشرفنا. قمة مرتقبة، يعني حضور دولي كبير وحضور إقليمي، استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما المنتظر من هذه القمة؟ يعني المنتظر أن هي يعني تخفض التصعيد الحادث في غزة. العالم كله يتكلم عن ضرورة وقف الغارات الوحشية الإسرائيلية على أهلنا المدنيين في غزة. القمة أكيد تبحث كيفية إيجاد ممرات آمنة المساعدات تذهب إليها من رفح المصرية إلى قطاع غزة. والأهم طبعا أن هذه القمة هي أول يعني فرصة حقيقية على مستوى دولي ومستوى إقليمي لكي تبحث في القضية الفلسطينية برمتها، لأن القضية الفلسطينية كانت راحت في سبات عميق، كانت بس الأولوية الأولى يعني الملحة دلوقتي وقف إطلاق النار، إيصال المساعدات الإنسانية، هي هتناقش في أتناقش الأولوية في الأجندة، دي الأولوية، إنما هتناقش كل حاجة. يعني هي تسليط الضوء بشكل قوي على القضية الفلسطينية، أسبابها وما هو العلاج لإنهاء هذا النزاع المستمر، لأن القضية الفلسطينية يعني هي مر عليها حوالي عقد من الزمان الاهتمام حتى المحلي فطر بها، الاهتمام العربي غاب، حماس الشعوب العربية بها، وكانت هي القيادة الأولى طول عمرها منذ 75 عام من اقتصاد فلسطين قل قليلا. أهمية اللي قامت به مصر، أهمية اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه هو يعني احيا القضيه الفلسطينيه من جديد وسلط الضوء بشكل قوي على المخطط اللي اتامرت عليه، ليست فقط حكومه الحرب المصرفه نتنياهويه ولكن ايضا حكومات غربيه كلهم لقوا الوقت المناسب لتنفيذ صفقه القرن اللي كان تحدث عنها ترامب منذ ايام ما كان رئيسا من 5 سنوات أو 6 سنوات، وبرضه كانت تقصرت بس بهدوء على الموقف المصري لما الرئيس السيسي واجه في المحافل الدوليه كلها وقال لك احنا مع حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه على حدود 4 من يونيو 67. ما عملناش مواجهه لان هو ترامب ما سمع ومضى في طريقه، انما هو نتنياهو ومعاه حكومات المانيا وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية، تخيلوا أن اللحظة أصبحت مناسبة لتنفيذ هذا المخطط وإعلان يهودية الدولة اليهودية دولة إسرائيل. وده من خلال أن أولا قلت لحضرتك أن الشعور العربي بالقضية الفلسطينية غاب شوية، قطاع التطبيع أصبح قطاع كهربائي يتحرك بسرعة مطلقة، فرصة المقاومة الفلسطينية عملت عملية استراتيجية زلزله الكيان الاسرائيلي صحيح. فيها فقالوا فرصه نحن نرد وننفذ المخطط ده، مخطط صفقه القرن. هو كان تخيل ان مصر هتتجاهل الامر، مصر عندها 9 مليون ضيف، ما فيش حاجه بيبقى 10 11 مليون، ولكن المفروض طبعا ان مصر هنا وقفت وقفه التاريخ سوف يسجلها لها، لان هذه الوقفه هي اللي انقذت القضيه الفلسطينيه من انها تروح في طي نسيان، هي منعت تصفيه القضيه الفلسطينيه. تصفيه القضيه صحيح. وده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدايه الازمه وسلط الضوء عليه بقوه، وكانت ما فيش حد كان بيتكلم بهذه المصارحه والمكاشفه. صحيح. كان الكل بيتكلم في اوض مغلقه ولا يصدرها الراي العام. الجديد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المؤامره كلها واضحه وقال لن نقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه
وان ده وان الخط الامن القومي المصري خط احمر لن نسمح بتجاوزه. طيب استاذ ناجي، حتى الان يعني تم تاكيد حضور 31 دوله لقمه القاهره للسلام، وايضا حضور ثلاث منظمات دوليه. ابرز هذه الدول يا فندم؟ الدول الاقليميه المؤثره، يعني السعوديه، الكويت، قطر، الامارات، تركيا حاضره، دي دول اقليميه مؤثره. الدول الدوليه طبعا جايين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا والمانيا على مستوى وزاره الخارجيه، وجاي اسبانيا وايطاليا على مستوى رؤساء. لا معلش، ارجع لحضرتك النقطه دي، الولايات المتحده الامريكيه وعلى مستوى وزراء الخارجيه. وكذلك بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا على مستوى رؤساء الوزراء. ده 31 دوله، منهم طبعا امين عام الامم المتحده، منهم رئيس المجلس الاتحاد الاوروبي، كمان ومنهم رئيس المفوضيه الخارجيه للاتحاد الاوروبي. فهي دي يبقى في 31 دوله هيناقشوا كل ما يتعرض لهم في القضيه الفلسطينيه الان، وخاصه ان جدول اعمال مصر يعني اعدته اعداد جيد، وكان في اتصالات مباشره بين وزير خارجيه مصر وبين وزراء خارجيه تلك الدول، واعتقد ان هذا اعلى تمثيل دولي يناقش قضيه فلسطين منذ ثلاث عقود تقريبا، يعني منذ اتفاقيات اوسلو اللي ناتج عنها دوله فلسطين في الضفه والقطاع. لم يهتم العالم بانهم يجلسوا على طاوله واحده يناقشوا قضيه فلسطين، وهم كانوا متصورين ان خلاص بقت في طي النسيان ولن تقوم لها قائمه. الغرب تخيل ذلك وقال ان بقى عمليه المقاومه الضخمه ديت ممكن تكون فرصه لكي ينتهوا منها الى الابد. التاكيد اللي بياكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبه وفي كل لقاء حتى خلال الايام الماضيه مع قاده وزعماء العالم على انه لا للتهجير ولا لتوطين اهلنا في غزه، وده يعتبر خط احمر، يعني مساس مباشر بالامن القومي المصري. شفنا ده في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بالامس، بالقمه المصريه الاردنيه مع الملك عبد الله. واعتقد انه هيكون في تاكيد او مخرج مهم جدا في قمه القاهره للسلام بان يظل الفلسطينيون على ارضهم، عدم الانصياع لأي سيناريو خاص بالتهجير أو التوطين أو ما يعرف ما بين قوسين الوطن البديل لأهلنا في فلسطين. هذا كلام صحيح، والكلام ده الرئيس السيسي أكده مع وزير الخارجية الأمريكي مباشرة على الهواء، وتراجع الرئيس الأمريكي بايدن عن وجهة نظره، وقال في مؤتمر صحفي في البيت الابيض انه مع حل دولتين. صحيح. وده معناه ان في دوله فلسطينيه طبقا لقرارات الشرعيه الدوليه. ده اكبر نجاح حققته الدبلوماسيه المصريه في الاونه الاخيره. لو ما كانش كده كانك بتعمل تصفيه للقضيه الفلسطينيه، يعني فكره تصفيه مباشره. اعلنوا بوضوح لان صفقه القرن اللي معرضها الرئيس ترامب هي دي صفقه القرن. اللي ما حدش من دول المنطقه تحدث عنها بوضوح. الكل كان بيفهم اللي هيحصل ويعني بيتجاهل الامر. مصر اعلنت بعبارات محدده مع حل دولتين ومقام دوله فلسطين، انما لاول مره هذا الكلام يتقال مباشره وبوضوح شديد جدا، ويعني معلن ان ده تصفيه للقضيه الفلسطينيه. ده موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعشان كده بقول لحضرتك ده موقف تاريخي هيسجله المصريين والعرب والفلسطينيين في التاريخ. ده ما يتحدثون عن ان القضيه الفلسطينيه كانت خلاص هتذهب بادراج الرياح وكانت تبقى في طي الكتمان لولا هذا الموقف المصري الشجاع اللي وصل فيه الدبلوماسيه المصريه الى القمه. يعني انت عملت عمل، ده انت ما حاربتش، انت عملت عمل دبلوماسي ضخم جدا، وضعت كل العالم امام مسؤولياته، اوجدت شعور قوي جدا تجاه القضيه الفلسطينيه. صحيح. يعني هذا الشعور العربي اللي كان غام، اسرائيل ما برضه من غزه كل شويه اسرائيل بتضربها وبتضربها ضربات مميته. ايه المختلف المره دي؟ المختلف المره دي هو موقف مصر. موقف مصر الشجاع اللي حط نقطه على الحروف، وحتى لما يعني واجه احلام نتنياهو بانه وبيحب نتنياهو ان هو عايز يعني يصفي المقاومه فيوديهم هجره مؤقته، فحطوا النقطه في المنشار وقالت مودوهم صحراء النقب. صحيح. الرئيس السيسي لا يقصد توطين الفلسطينيين في صحراء النقب، ولكن يقصد يرد على حجه نتنياهو انه عايز يعني يخلص على البنيه التحتيه للمقاومه، هو لن يستطيع ان يخلص عليه،
وعشان كده هو مش عارف يدخل مش عارف يجتاح المقاومه فكره يعني، حتى لو تم القضاء يعني سيناريو، لكن هتبقى المقاومه ما دام بقي الاحتلال يعني. نعم. ده بحكم القانون الدولي يا فندم، اي دوله تحت الاحتلال برافو عليك لازم حقه انه يدافع عنه يعني. هذا انا، وعشان كده الانزعاج الشديد جدا لكن انا اللي انا سخنان انزعجت انه، واعتقد مصر الرسميه، هو هذا التأييد العالمي الجارف من الدول الكبرى الغربيه للضربات القاتله. لا هو ده اللي يوضح يا فندم، لانه فعلا حتى هذا التأييد يعني الغير مسبوق يوضح انه بالفعل في مخطط كبير، وانه زي ما حضرتك تحدثت عن صفقه القرن، والفكره انه كمان يعني لو حتى رجعنا بالوقت شويه، الحقيقه انه اسرائيل لم تنسى ابدا خروجها من سيناء. يعني فكره تصريح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحدث عن ان قضيه فلسطين بالجانب انها قضيه مركزيه وقضيه عربيه ويجب حل الدولتين، الا انها برضو قضيه امن قومي، لانه الاسرائيليين لم ينسوا خروجهم من سيناء. وحتى لما تحدثوا عن ارض سيناء يعني صرحوا بالمناسبه انه حتى صحراء النقب لا تعوض ارض سيناء، وحتى يمكن في حديث لريال شارون كان تحدث ان الخروج من سيناء كان غلطه كبرى بالنسبة لهم. فإحنا أمام مخطط كبير. نعم. مش مجرد فكرة تصعيد في غزة، وأكيد إحنا يعني ما يحدث في غزة مرفوض رفض قاطع، بس خليني أعرف من حضرتك برضو في ظل هذا الزخم الدولي الموجود في قمة القاهرة للسلام، مهم أن إحنا نبقى عارفين إيه أدواتنا وألياتنا للضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل. لازم نبقى عارفين إيه الآليات وأدوات الضغط اللي تمتلكها الدول العربية والدول الحاضرة في هذه القمة عشان تقدر تحقق الأهداف المرجوة من هذه القمة، وأهمها حل الدولتين، وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات. أنا أتفق معك تماما، لما إحنا إيه اللي بتملكه الدول العربية تملك الكثير. تعرف لما استخدمنا سلاح البترول في طبعا عندما اجتمعنا يا فندم وملأ خزائن الدول البترولية. صحيح. رفع برميل الدولار من دولار وشوية إلى 40 دولار. صحيح. وهم استفاد منه، وده ببطولة الجندي المصري. عندك اسلحه متعدده، اسلحه ضخمه جدا، ولكن للاسف الشديد قلت لك ان هم يعني نجح الاعلام الصهيوني اللي هو اساسا اعلام غرب، الاعلام الغربي كله نجح ان هو يعني يقلل الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه، يخليها يعني خلاص، لدرجه ان احنا بقينا تعودنا كشعوب عربيه على الضربات القاتله والمميته للسلاح الجو الاسرائيلي كل شويه، وعلى ان احنا نسمع على اعداد الشهداء ونمضي في طريقنا عادي. المره دي بقى مصر نهضت بمسؤوليتها. نهضت بدورها كقائد الامم العربيه. يعني هذه الازمه اكدت ان احلام البعض بان هو يعني يرث الدور المصري اوهام وسراب، وان مصر تظل هي مفتاح الحل، بدليل ان كل العالم كلها تطلب مصر. كل زعماء العالم جم مصر. صحيح. لانه قالوا انها مفتاح الحل، وانها قائد العرب. وان رئيس مصر شاء هو او لم يشئ، شعر اخنا ونشئ هو زعيم العرب. ديت حقائق التاريخ والجغرافيا بتؤكدها. حتى واحنا في ازمتنا الاقتصاديه، لان هذا الموقف اللي انا بعتبره موقف البطوله والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وانسحب بعد ذلك على الدوله المصريه كلها، هو موقف من يعلم تماما مسؤوليته التاريخيه تجاه امته العربيه وتجاه قضيه فلسطين اللي عاد لها من جديد تبقى قضيه العرب الاولى وقضيته محوريه. طب ورقه مهمه من اوراق الضغط يعني المصري والعربي، فكره الضغط الشعبي او الراي العام في العالم العربي في العواصم العربيه. امبارح انا عايز اربط مشهد القمه النهارده بمشهد الامس، مشهد خروج الملايين في مسيرات تؤيد القضيه الفلسطينيه وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفاع عن الامن القومي. المشهد ده العالم بيشوفه ازاي؟ وازاي ده يمكن استثماره كورقه ضغط حقيقيه؟ لانه حتى الرئيس قالها في مؤتمره مع اولاف شولتز المستشار الالماني، اتكلم بشكل مباشر، قال انا ممكن اخلي المصريين ينزلوا، ودي تعتبر ورقه ضاغطه امام الراي العام العالمي انه شعوبنا لن تقبل بما يحدث. حتى مشهد امبارح لما شفنا على معبر رفح امين عام الامم المتحده، ازاي بنشتغل على هذا المسار، المسار غير الرسمي فقط، المسار الشعبي، وتصدير صوره للعالم انه على هذه الارض شعوب لن تقبل باستمرار ما يحدث. ما هي دي اداره الازمه بشكل علمي. والنجاح والدبلوماسيه المصريه وصلت فيها الى قمه النجاح. وانا اعتقد ان بكره يدرسوا الاداره الدبلوماسيه المصريه
للهجمات الاسرائيليه القاتله على اهلنا في غزه. لان انت مش بس عملت شعور عربي، انت عملت شعور لدى دول الغرب اللي هي المسانده للعدوان التي كانت مؤيده لاعلان يهودي الدوله الاسرائيليه وتصفيه الخلافه الصينيه وتهجيرهم. انت عملت هناك، عملت تغيير وعملت حتى لحلحه في مواقف هذه الدول، رؤساء حكومات هذه الدول الرسميه عملت فيها لحلحه. لما يجي بايدن يقول لك انا مع حل الدولتين ومع ايصال المساعدات، ده متغير ضخم جدا. ده ممكن يستمر يا استاذ ناجي؟ يعني فكره تعديل بعض المواقف للدول الكبرى اللي هي بتقف مع اسرائيل، ده ممكن نشوفه او نشهده خلال الفتره اللي جايه؟ يحصل تعديلات للمواقف في صالح اهلنا في غزه او طبعًا القضيه الفلسطينيه؟ اكيد طبعا، ما هي دي مواقف رسميه بتعلن مش هيتراجعوا عنها. انما هو اللي انت قلت حضرتك قلته اللي هو التأييد الشعبي الضخم المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، ده ان هو الشعب ما صدق ان الرئيس قال له. يعني الرئيس لما مجرد ما قالت كلمتين مع الرئيس الالماني، انا لو قلت للشعب ينزل هضرب الملايين، نزلت الملايين بعدها على طول مباشره. وهنا الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا. طبعا. وانا اعتقد واربط دور الاحزاب المصريه بالحوار الوطني. لان الحوار الوطني هو فتح المناخ والمجال العام. هو اللي احيا دور الاحزاب السياسيه من ثباتها العميق ايضا، واصبح لها دور في وقت الشارع المصري. امس واول امس واول اول امس ثلاث ايام الاخيره الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا في قياده الشارع المصري لاعلان تاييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه القوي والضخم المساند للقضيه الفلسطينيه، في اعلان ان خط الامن القومي المصري خط احمر، وايضا في اعلان رفضها للقضيه الفلسطينيه. احنا كان بالاول امس كان في مؤتمر للاحزاب السياسيه في قاعه الاجتماعات الكبرى في الازهر، في الازهر الشريف اللي في مدينه نصر. كانت مظاهره حزبيه تعلن انها بتساند مصر الرسميه، وهي واصبحت بقى الثالوث بقى مصر الرسميه ومصر الحزبيه ومصر الشعبيه. كلهما معا من اجل حمايه الامن القومي ومن اجل ايجاد ايصال رساله للعالم كله ان الشعب المصري يقف خلف قيادته. لان حروب الجيل الرابع واللجان الالكترونيه كانت في يوم من الايام عانت ان فيه هو بين الرئيس والشعب. وان المساله ديت بتتسع. جات الايام الثلاثه اللي تؤكد الدنيا كلها ان الرئيس ان الشعب المصري يثق في رئيسه ويدعمه تماما، ولن يتخلى عن امن القومي المصري ولن يتخلى عن القضيه الفلسطينيه. هذا الشعور الشعبي اللي ظهر ساطعا للدنيا كلها واتنقل الى العواصم العربيه. يعني ما كانش فيه تحركات. التحرك المصري الرسمي والشعبي هو اللي اوجد تحرك عربي رسمي وشعبي، هو اللي اوجد تحرك لدى حكومات الدول الاجنبيه وخاصه الدول المسانده للعدوان على العواصم الكبرى برلين ولندن وباريس. وبدأنا نشوف تظاهرات وتحركات حتى في الشارع، تحركات يعني كبيرة هناك برضه، وأصبح مش قابلين اللي بيحصل في غزة إنسانيا، يعني منطق إنساني. كان في اقتحام لمجلس النواب الأمريكي. صحيح. يعني ده لم تحدث المظاهرات من مجتمع اليهود بالمناسبة. يعني هو مجتمع اليهود برافو عليك، معاك حق. وفي 20 نائب في مجلس العموم البريطاني قدموا سألتهم احتجاجا على موقف بلادهم من هذا الأزمة. هذا الكلام تخيل بقى لو مصر ما وقفتش، لم تقف في هذا اليوم واعلنت وكشفت المخطط بوضوح وقالت لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه وان الخط الامن القومي المصري خط احمر. تخيل لو ده المشهد ده ما حصلش، ايه اللي كان يحصل؟ كان الامور مرت خلاص. لكن طلع شعور ما كانش حد اتحرك، وكان اصبحت بقى ايه مساله اوتوماتيك زي ما حصلت اللي قبل كده. ولكن يعني عشان بقول لك ان مصر احيت القضيه الفلسطينيه من جديد، وكانت دي المفروض ان هو المخطط لها انها تبقى في ادراك ان في خلاص تروح طيب كتمان وتتنسى. طبعا هو مخطط كمان، يعني هو احنا يعني ما زلنا في اعتقد لسه يعني هنتابع اعتقد احداث كثيره على مدار الايام القادمه يعني. صحيح. بس يعني وقفنا هذا المخطط وكشفناه. كشفنا هذا المخطط، فبالتالي احنا واقفين موقف واضح وصريح، وبالتالي احنا على ارض صلبه، ومن هذا المنطلق مصر تتقدم وتتصرف. نعم. في نقطه حضرتك تتحدث عنها، فكره الضغط الشعبي، بس ممكن عشان نوضح اكتر للساده المشاهدين اهميه هذا الضغط الشعبي واهميه تأييد المصري لدعوة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنزول إلى الشوارع لتأييد الدور المصري والموقف المصري تجاه هذه القضية الفلسطينية. ممكن حد يقول إيه علاقة الضغط الشعبي والمظاهرات بدول الغرب والدول المؤيدة لإسرائيل؟ هيفرق في إيه؟ يعني كيف تترجم هذه المظاهرات وهذا الدعم الشعبي لدى الدول الداعمة لموقف هذا الكيان المحتل؟ يعني أولاً نمر أول يعني حاجه بتقولها هذه المظاهرات المديونيه
في شوارع مصر كلها وميادينها ان مصر الشعبيه بتساند مصر الرسميه وان الشعب المصري خلف رئيسه. الغرب يفهم دي كويس قوي، وخاصه ان الغرب كان بيضغط في الاونه الاخيره في الاسابيع الاخيره على مصر الرسميه ضغوط تصل لحد الابتزاز. صحيح. فهذا الموضوع تم انهاؤه الى الابد بان الشعب المصري وراء رئيسه، وان الشعب المصري اللي خرج في هذه الايام الثلاثه ونفس الشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو 2013 وهو بيعيد الثقه تاني مره اخرى وبشكل قوي مع رئيسه في قضيه كانت اصبحت تبقى في منسيه احياها من جديد. نمره اثنين ان تاثير الشعور المصري العارم لدى احزاب مصر ونقابتها المهنيه ومنظماتها المجتمع المدني والراي العام المصري العادي كان ظهر في هذه التراجعات اللي بقت سريعه. يعني احنا علمنا موقفنا، ولكن هذه التراجعات في مواقف حكومات الدول الغربيه المؤيده للعدوان اسبابها ايه؟ انه لقيت ان بقت قضيه شعوب، ان هذه القضيه قضيه شعوب. صحيح. لان الراي العام المصري الشعبي اللي هو ظهر بملايين اتنقل صداه الى الراي العام العربي ايضا بمئات الالوف، واتنقل صداه الى المجتمع الغربي الدولي. فهذا الكلام هم لا هم هناك لا يستطيعون ان يتجاهلوا هذا، يعني هم هناك لا يستطيعون ان يتجاهلوا الراي العام الشعبي المساند لقيادته. وده اللي يقول لك ان بايدن لما راح القدس قال كلام في بدايه الزياره قال عكسه في نهايه الزياره. صحيح. طب الى جانب الضغط الشعبي ومهم جدا تصدير الصوره دي للخارج انه الشعب بيلتف حوالين قائده وانه العواصم العربيه والاسلاميه كلها غاضبه، الى جانب ده البعض ممكن يقول لحضرتك انه الغرب لا يفهم الا لغه القوه، لغه المصالح، وهنا اوراق مهمه يعني. وهل قمه القاهره للسلام مع هذا الوجود العربي اللافت على مستوى رفيع ممكن يوحد الصوت العربي، يبقى فيه اتفاق على حد ادنى من التعامل مع التصرفات والسلوكيات الخاصه الغربيه الفتره المقبله؟ هل ده ممكن نشوفه؟ ترجمه صوت الشعب لمواجهه الغرب بشكل احنا شفناه لسه هنشوفه، لان الانباء كلها جت من العواصم العربيه انها مع ايقاف العدوان مع ايصال المساعدات مع حل الدولتين. وده الموقف المصري اللي اعلن من اليوم الاول للازمه. فكل العواصم العربيه اعلنت هذا الموضوع، فاصبح في موقف رسمي عربي واحد. الموقف الشعبي الان المظاهرات في كل مكان. وبالتالي انت في عمليه اشبه بما حدث في 6 اكتوبر 73. في يبقى في نوع من الاجماع الشعبي. الاصطفاف الرسمي والشعبي حوالين القضيه، حول قضيه ما. هذا الاصطفاف الشعبي بقدره ظهرت وجات لنا رسائل من كل العواصم العربيه ومن كل البلدان العربيه بان احنا مع 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 الثلاثه اللي مصر قالت: ايقاف العدوان، ايصال المساعدات، حل القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين وهم دوله فلسطين. وده هذا الكلام بقى تلاقيه هو موقف رئيس اسبانيا. صحيح. ايضا موقف ايطاليا، ايضا موقف روسيا، موقف الصين. ده انت مش بس اتنقلت من التاثير على المحيط العربي، انت قلت على التاثير على المحيط الدولي. صحيح. منهم دول شرقيه وعظمى ودول غربيه لها مكانتها في اوروبا. صحيح. يمكن دايما ثوابت السياسه المصريه طبعاً. دايما في التعامل مع القضيه الفلسطينيه ثوابت القوه ابدا. القوه انت عندك القوه. انت ناسي ان الرئيس يسال في احتفالات اكتوبر الجيش المصري، طالما الجيش المصري فعلها مره ممكن يفعلها كل مره. وهذا كلام ما كانش بناء على كلام بس في الاول. طبعا اكيد انت بناء على قدره ومعرفه قدرتك يعني. بكل تاكيد يا فندم. وايضا هذا الاصطفاف الشعبي يؤكد عدم التراجع عن هذا القرار. انا يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك.